صمتوا وترقبوا قبل استقالة الجنرال محمد العبد العزيز المتوقع في غضون الأيام القليلة القادمة. رئيس المجلس العسكري الحاكم وفي آخر تصريحات له أكد مضيه قدما في إجراء انتخابات 6 يونيو على هامش تنصيب اللجنة المستقلة للانتخابات في نسختها الجديدة. وفيما تتواصل جهود الوساطة السنغالية لحل حالة الأزمة، لا يبدو أن الأطراف المعنية بالأزمة تكترث لها، سواء بالنسبة للجبهة المناوئة للانقلاب وحتى بالنسبة للمجلس العسكري الحاكم نفسه. بعد مصادمات الخميس الماضي جدد معارض الانقلاب مضيهم في التصعيد بعد آخر بيان للاتحاد الأوروبي والمتضمن تعليق التعاون مع موريتانيا لمدة 2 عامين، قرار رأى فيه معارض الانقلاب مكسبا سياسيا في أتون معركة الشرعية. احتمالات ترشح الجنرال عزيز للسلطة والتي باتت في شبه المؤكد سببت غضبا لدى زعيم تكتل القوى الديمقراطية الذي كان أقرب المعارضين من الانقلابيين، الأمر الذي ساهم بحسب المراقبين في إذابة سنوات من الجليد الذي خيم في أجواء علاقة المرشح الرئاسي السابق بزعيم التحالف الشعبي ورئيس البرلمان مسعود البلخير.